هلا صار فيكم توفروا آلاف الدولارات بكل أعمال الترميم المنزلية، وأنتوا بحاجة لأداة وحدة بس، بتقص الخشب، بتقص المعدن، بتحف، بتلمع، بتزيل الشوائب وبتقطع. منقدم لكم The Renovator، أداة المقاولين الأولى. رينوفيتر أداة المحترفين الأكثر تعدداً للاستعمالات، صارت متوفرة مباشرةً لإلك. مع رينوفيتر فيكن تقوموا بالأعمال الأكثر دقة وبمئات الأعمال يلي بتوفر عجيبتكن آلاف الدولارات. سر هالأداة إنها بعكس غيرها ما بتعتمد على قوة الدوران ولا التردد للأمام والخلف، بل على قوة التأرجح بسرعات مختلفة بين 8500 مرة و 21000 مرة بدقيقة. وهالميزة بتمنح رينوفيتر قوة على القص الدقيق بسرعة وأمان أكثر من الأدوات التقليدية. خليكن معنا لتتعرفوا على خصائص الأداة الأفضل للأعمال المنزلية، ولتعرفوا كيف تحصلوا على صندوق العد الرائع هيدا المؤلف من 37 قطعة وقيمته 295 دولار بسعر مغري جدا. وهلأ رح نفرجيكن كيف تعملوا ميات المشاريع بواسطة رينوفيتر وتوفروا مصاري على حالكن. بقدم لكم جيمس تشيني. مرحبا، قبل ما نبلش لازم اتخلص من هالمسمار الصغير المزعج يلي مخبي الماركة. منيح تخلصت منه، نتيجة حلوة على فكرة. قص المسمار كان سهل وسريع باستخدام هيدي الأداة رينوفيتر الفريد من نوعه. أنا مأكد أنه عبالكن تعملوا كتير أشغال ببيوتكن، بس المتعهدين بيطلبوا منكن مئات الدولارات لحتى ينفذوا لكن إياها. لهيك أداة رينوفيتر المعروضة حالياً للبيع للمحترفين هي أفضل استثمار ممكن تعملوه. خلونا نشوفها عم تشتغل. إذا عندكن بلاط سيراميك بالبيت، أي معلم بلاط بيقلكن إنه صعب كتير تشيلوا الإسمنت أو تستبدلوا بلاطة مكسورة. رينوفيتر مثل ما شايفين بفعل حركة التأرجح قادر إنه يقص الإسمنت بسرعة كتير كبيرة وبسهولة، والشفرة نص الدائرية بتساعدكن تتحكموا بالقص وتتوقفوا عند الطرف ومن دون ما تقصوا أي بلاطة زيادة. ما في ولا أداة بتعتمد حركة الدوران ممكن تكون بدقة رينوفيتر. فينا نروح ونشتري قطعة وحدة بتأدي مهمة وحدة، بس مع رينوفيتر بشتري قطعة وحدة بتأدي عدة مهمات. رينوفيتر فعال كتير بقص الإسمنت وممكن يقص ويحف بنفس الوقت. هالأداة ممتازة بكل معنى الكلمة عن جد. وجود كل الاستعمالات المتنوعة بأداة وحدة بوفر علينا مئات الدولارات وحتى ألوف الدولارات كمان. بشغل الورش الوقت من ذهب، لهيك بستعمل العدة والرينوفيتر. شو رأيكم بمهمة صعبة؟ مثل قص المعدن. هالمرة منه مسمار صغير مثل يلي قصيناه من قبل، هيدا مسمار 4 إنش تقريبا، بس هيدي منا مشكلة أبدا مع رينوفيتر. شفرة إيبليد هيدي بتخلي عملية القص حتى لمسمار 4 إنش عملية ولا أسهل. وعلى فكرة كل شفرات رينوفيتر بتضاين وقت طويل. وحتى أثبت لكم صحة كلامي، رح نقص 100 مسمار الواحد ورا التاني لنشوف شو فيها تعمل شفرة إيبليد. ولما انتهينا كان بعد بدها أكتر، وهي ما بتقص بس المسامير، بتقص الأنابيب القديمة والجديدة كمان بكل سهولة. تخيلوا انكن عم تقصوها بالمنشار، رينوفيتر قادر يسهل عليكن كل هالمهمات. شوفوا بواسطة شفرة إيبليد نفسها يلي قصت المعدن من شوي، فيكن تقصوا الخشب كمان بكل سهولة، وحفة الخشب يلي قصيتوها ناعمة، بينما القص بالمنشار بيخليها خشنة ومسننة كتير. والسبب لهيدا كله هو التأرجح طبعاً، ولا أداة تانية بتعطيكن نتيجة مماثلة. الرينوفيتر عم يعمل كل شي عنكن، أنا بس عم دخله على الخشب. رح تحبوا الشغل بالرينوفيتر لأنه بوفر عليكن تعب كتير، هو بيعمل كل الشغل عنكن. شو ما كان الشغل يلي عم تعملوه مع رينوفيتر، بتقصوا المعدن، الخشب أو حتى البلاستيك، إذا كنتوا عم تحفوا أو تلمعوا، اتركوا رينوفيتر بحركة التأرجح يعمل الشغل عنكن. ما عليكن إلا توجهوه بالاتجاه يلي بدكن إياه. أنا بحب رينوفيتر لأنه أفضل أداة ممكن استعملها لما أكون عم قص بقلب الخشب. بعد ما جربت رينوفيتر بقلكن استعماله سهل بسيط وبسهل الشغل. لما بدي فك شباك بضطر استعمل المنشار الصغير لأنه بيكون مثبت بالعادة بواسطة المسامير، بس مع هيدي الشفرة الطويلة فينا نقص المسامير. أداة رائعة بحبها كتير وبستعملها وين ما كان بالبيت. كنت استعمل المنشار أو الشفرة واستعمالهم كان مزعج كتير علي، بس رينوفيتر بينجز المهمات بطريقة سهلة وسريعة بتجنن. وفي شيء تاني لازم تعرفوه، وهو إنه حركة التأرجح الرائعة برينوفيتر بتخليه يكون آمن تماماً. رينوفيتر مصمم لحتى يقص المواد الصلبة وما يأذيكم بأي شكل. ما تجربوا هيدي الحركة أبداً مع أي آلة تقليدية تاني.
وهلأ رح خبركن عن سبب تاني بخليني حب إني استخدم رينوفيتر. مع رينوفيتر منقدم لكم هيدا الفاكيوم يلي بيتركب عليه بثواني، وبتلاقوا معه كمان أدابتر رائع بخليه يركب على أي فاكيوم موجود. بالأشغال اللي بتسبب كتير غبرة مثل تصليح البلاط المكسور، هالفاكيوم الموصول هو أفضل صديق لإلكن. شغلوا الفاكيوم وشغلوا رينوفيتر وخلونا نشوف شو رح يصير. راس الرينوفيتر عم يخترق المساحة الصلبي بسهولة تامة. عادة نحتاج لأزميله مطرقة لهالنوع من الأشغال، بس رينوفيتر عم ينجز المهمة بكل بساطة. وتفرجوا منيح، شوفوا كيف الفاكيوم عم يشفط كل الغبار والرواسب. ما نكون مضطرين تشتغلوا وسط غيمة من الغبار، وعملية التنظيف ولا أسهل. خلصنا المهمة المطلوبة وتقريبا بلا غبرة، وهلأ ما عليكن إلا أنكن تغيروا البلاط. ما معقول شو وفرنا وقت. ما في ولا بيت خالي من العتبات والجفصين طبعا، وهون كمان رينوفيتر هو افضل اداة قادرة تنقذكن. الدقة الهائلة اللي بيتميز فيها رينوفيتر رح تخليكن تحصلوا على افضل قص. اتركوا رينوفيتر يعمل الشغل كله، صدقوني اي اداة تانية رح تفسد كل هيدي الاعمال، وما رح تلاقوا اداة اسهل من رينوفيتر. علبة واحدة بتحتوي على رينوفيتر كفيلة تنجز كل الاعمال. قبل الرينوفيتر كان زوجي يوزع ادواته بكل البيت، شي مثل الكابوس. بوفر على حالي وقت ومصاري، والشغل بينعمل بأفضل وجه. رينوفيتر بيسهل علينا الأعمال الصعبة. شو هي الأداة يلي ممكن تغنيك عن عشرات الأدوات التقليدية؟ هي بكل تأكيد رينوفيتر المدهشة. رينوفيتر بالدرجة الاحترافية رح تكون الأداة المفضلة عندكن، لأنه رح تأدي الأعمال بشكل أسهل وأفضل وأسرع من أي أداة تانية. بعكس كل الأدوات التانية، رينوفيتر الأداة الثورية بتعتمد حركة التأرجح بسرعات مختلفة بين 8521 ألف مرة بدقيقة. قوة التأرجح هيدي هي سر القص الدقيق والآمن أكتر من الأدوات التانية. رينوفيتر ممكن تنفذ أعمال الترميم المنزلية الكبيرة وحتى أعمال الصيانة البسيطة، ورينوفيتر توصلكن مع مجموعة من القطع الإضافية. زيدوا شفرة إيسو على رينوفيتر وهيك بيصير فيكن تقصوا الخشب والمعدن بكل سهولة. قصوا لوح خشب بسماكة 2 إنش. رينوفيتر قادرة تقطع الخشب بلمح البصر حتى من الوسط. مع رينوفيتر صار من السهل الوصول لمناطق ضيقة ما بتقدر توصلها أدوات العد التانية. تقطع المسامير بسرعة البرق، تنزع الأنابيب القديمة، وحتى بتقص ألواح الأساس من دون ما نضطر لفكها. وأكيد ما منتجرأ نعمل هيك مع أي أداة تانية. استعملوا شفرة نصف دائرية وشوفوا بأي سهولة فيكن تنزعوا الإسمنت بين البلاط. شفرة نصف دائرية بتسمح لكم تقصوا لحد الطرف من دون ما تأذوا أي بلاطة تانية، وما بنصحكن تجربوا هالطريقة مع أي أداة تقليدية. استعملوا كمان متلت البرد وبردوا المواد لأقصى درجة، وبذات الوقت المكنسة الكهربائية رح تنظف الغبار وتخلي شغلكن أسهل وأنظف. شفرة إي سكريبر بتقشر أرضيات اللينوليوم بسهولة تامة، وبتنزع الفلين القديم حول المجلى. استعملوا شفرة المنشار النصف دائرية وبتصيروا جاهزين حتى تعملوا ثقوب بوسط الخشب. وبما أنه رينوفيتر بيقص من دون حركة الدوران، فما رح يؤدي لأي أضرار. أوراق الحف على شكل الدلتا هي موزعة على عدة درجات، بواسطتها صار من السهل وضع اللمسات الأخيرة على خشب الخزائن، ومن السهل الوصول للزوايا والأماكن الضيقة. أوراق الحف الرجاجة مرهقة للإيدين، بينما حركة رينوفيتر التأرجحية بتقضي على الارتجاج وبتقضي على التعب. العرض يلي رح نقدمه اليوم عرض خاص لكل المشاهدين. لما تتصلوا اليوم ولتعرفوا كيف تحصلوا على صندوق العد الرائع هيدا المؤلف ب 37 قطعة وقيمته 295 دولار بسعر مغري جدا، اتصلوا واسألوا عامل الهاتف. إذا كنت من هواة أعمال الترميم المنزلية أو متعهد محترف، رح تكتشف إنه رينوفيتر قادر ينفذ مئات الأعمال داخل البيت. ما رح تستغنوا أبدا عن هالأداة، اتصلوا فينا هلأ. هالعرض سير المفعول لفترة محدودة، لهيك اتصلوا فورا واستفيدوا من هالعرض المميز. اتصلوا بالرقم يلي عم بتشوفوه على شاشتكن واطلبوه هلا. نحن بانتظار اتصالاتكن 24 ساعة يوميا، وهالعرض التلفزيوني هو فرصتكن الوحيدة للحصول عليها بهالسعر الضئيل. الكميات محدودة، شو ناطرين؟ اتصلوا هلا واحصلوا على هالسلعة الرائعة. اتصلوا هلا او زورونا على موقعنا على الانترنت www.tvmarket.com. في مية سبب بيخلوكن تحتاجوا تعملوا ثقب بالحيط،
وبتعرفوا طبعاً إنه المعلم رح يكلفكن كتير مصاري، بس مع رينوفيتر فيكن تعملوا الشغل بنفسكن. انتبهوا كتير منيح للمقبس الكهربائي، ممكن كتير يكون في سلك كهرباء خلف الحيط يلي بدكن تقصوه. بهالحالة ما عليكن إلا تقصوا بقلب الخشب، ورينوفيتر هو أفضل أداة لهيدي المهمة لأنه بخليكن تتحكموا بعمق القص. معظم ألواح الجبسن بورد سمكتها 13 مليمتر وفيكن تحسوا لما تخترقوها. مع الأدوات التانية يمكن تقصوا لعمق أكبر وهيدا الشيء ممكن يخرب الشغل، ومين بيعرف شو الكارثة الموجودة بالجهة التانية من الحيط. مع رينوفيتر ما تعتلوا هم أبدا. خلصنا، جاهزين للتصليح، وما في خطورة أبدا أنه نقص سلك مخفي ونرجع نشتغل ساعات إضافية لنصلح. سواء كنتم متعهدين محترفين بتملكوا أدوات تقليدية بآلاف الدولارات أو مجرد هواة لأعمال الترميم المنزلية، جربوا رينوفيتر مرة وأنا مأكد أنه رح يصير الأداة المفضلة عندكم بكل أعمال. إذا بدي أعمل ثقب بالحيط لعلق مثلا تي في أو أي شيء تاني، ما بعتل هم أبدا قص الأسلاك الكهربائية الموجودة بالحيطان، لأنه هالأداة ما بتقص الأسلاك. آمن وسريع واستخدامه كتير سهل. بفضل تقنية حركة التأرجح بأداة الرينوفيتر ما ممكن يقص الأسلاك، ما ممكن يكون فيها الخطر، وهيدا عامل أساسي لإلنا خاصة لما نشتري أدوات لطائم العمل وحتى لنستعملها بالبيت. هيدي أداة رائعة جدا. تعرفوا طبعا أنه أوقات لما يكون عنا أشغال بالبيت أو حتى بشغلنا منضطر نشتغل بأماكن ضيقة، وهون طبعا تظهر أهمية تعدد استعمالات واستخدامات رينوفيتر. فيكن تركبوا الشفرات بزوايا مختلفة، وفيكن تستعملوهن بإيدكن اليمنى أو اليسرى، أو لحتى تفوتوا وتنفذوا مهمة صعبة جدا ولا أداة تانية بتقدر تنفذها. لهيك أداة رينوفيتر للمحترفين المعروضة حاليا هي أفضل استثمار ممكن أنه تعملوه. وهيك شفنا لكن مهمة تانية مستحيلة نفذها رينوفيتر. أوقات كتير بضطر اطلع على سلم أو مطرح عالي وآخذ معي أدوات، وهون بلاقي صعوبة كبيرة، بس مع رينوفيتر ما في مشكلة لأن بتكفيني أداة وحدة. هالأداة ممكن ناخدها لأي مكان شو مكان الزمان والمكان. الحلو برينوفيتر إنه حجمه صغير كتير، لهالسبب بقدر استعمله بأماكن ضيقة وقص فيه بدقة أكبر وبرياحة. قص السجاد عملية مزعجة جدا، بس مش مع رينوفيتر. بواسطة شفرة اي بلايد الحادة جدا تقدروا تقصوا السجاد من وين ما بدكن وتمشوا رينوفيتر على طول السجادة. ما في اي داعي تشدوا السجادة او تخزقوها، اي بلايد رح تخترقها بدون اي تعب. طريقة القص صحيحة تماما ومستوية على طول السجادة. حركة التأرجح هي دايما السر. هلأ صار فيكن توفروا لوف الدولارات وتنجزوا الأعمال بنفسكن مع رينوفيتر. رينوفيتر نظام متكامل لتسهيل أعمال الترميم المنزلية، هو أداتكن الاحترافية الوحيدة لصغيرة الحجم والمتعددة الاستعمالات. خليكم معنا لأنه رح نفرجيكن المزيد من الأفكار والنصايح وطرق الاستعمال المدهشة التانية مع رينوفيتر. شوفوا كيف فيكن تطلبوه. شو هي الأداة يلي ممكن تغنيك عن عشرات الأدوات التقليدية؟ هي بكل تأكيد رينوفيتر المدهشة. رينوفيتر بالدرجة الاحترافية رح تكون الأداة المفضلة عندكن، لأنه رح تأدي الأعمال بشكل أسهل وأفضل وأسرع من أي أداة تانية. بعكس كل الأدوات التانية، رينوفيتر الأداة الثورية بتعتمد حركة التأرجح بسرعات مختلفة بين 8521 ألف مرة بدقيقة. قوة التأرجح هيدي هي سر القص الدقيق والآمن أكتر من الأدوات التانية. رينوفيتر ممكن تنفذ أعمال الترميم المنزلية الكبيرة وحتى أعمال الصيانة البسيطة، ورينوفيتر توصلكن مع مجموعة من القطع الإضافية. زيدوا شفرة إيسو على رينوفيتر وهيك بيصير فيكن تقصوا الخشب والمعدن بكل سهولة. قصوا لوح خشب بسماكة 2 إنش، رينوفيتر قادرة تقطع الخشب بلمح البصر حتى من الوسط. مع رينوفيتر صار من السهل الوصول لمناطق ضيقة ما بتقدر توصلها أدوات العدة التانية. تقطع المسامير بسرعة البرق، تنزع الأنابيب القديمة، وحتى بتقص ألواح الأساس من دون ما نضطر لفكها. وأكيد ما منتجرأ نعمل هيك مع أي أداة تانية. استعملوا شفرة نصف دائرية وشوفوا بأي سهولة فيكن تنزعوا الإسمنت بين البلاط. شفرة نصف دائرية بتسمح لكم تقصوا لحد الطرف من دون ما تأذوا أي بلاطة تانية، وما بنصحكم تجربوا هالطريقة مع أي أداة تقليدية. استعملوا كمان متلت البرد وبردوا المواد لأقصى درجة، وبذات الوقت المكنسة الكهربائية رح تنظف الغبار وتخلي شغلكم أسهل وأنظف. شفرة إي سكريبر بتأشر أرضيات اللينوليوم بسهولة تامة،
وبتنزع الفلين القديم حول المجلع. استعملوا شفرة المنشار النصف دائرية وبتصيروا جاهزين حتى تعملوا ثقوب بوسط الخشب. وبما أنه رينوفيتر بيقص من دون حركة الدوران فما رح يؤدي لأي أضرار. أوراق الحف على شكل الدلتا هي موزعة على عدة درجات، بواسطتها صار من السهل وضع اللمسات الأخيرة على خشب الخزائن، ومن السهل الوصول للزوايا والأماكن الضيقة. أوراق الحف الرجاجة مرهقة للإيدين، بينما حركة رينوفيتر التأرجحية بتقضي على الارتجاج وبتقضي على التعب. العرض يلي رح نقدمه اليوم عرض خاص لكل المشاهدين، لما تتصلوا اليوم ولتعرفوا كيف تحصلوا على صندوق العد الرائع هيدا المؤلف ب 37 قطعة وقيمته $295 بسعر مغري جدا. اتصلوا واسألوا عامل الهاتف. إذا كنت من هواة أعمال الترميم المنزلية أو متعهد محترف رح تكتشف أنه رينوفيتر قادر ينفذ مئات الأعمال داخل البيت، ما رح تستغنوا أبدا عن هالأداة. اتصلوا فينا هلأ. هالعرض سير المفعول لفترة محدودة، لهيك اتصلوا فورا واستفيدوا من هالعرض المميز. اتصلوا بالرقم يلي عم بتشوفوه على شاشتكن واطلبوه هلا، نحن بانتظار اتصالاتكن 24 ساعة يوميا، وهالعرض التلفزيوني هو فرصتكن الوحيدة للحصول عليها بهالسعر الضئيل. الكميات محدودة، شو ناطرين؟ اتصلوا هلا واحصلوا على هالسلعة الرائعة. اتصلوا هلا او زورونا على موقعنا على الانترنت www.tvmarket.com. من المعروف أنه تغيير أرضية الفينيل مهمة صعبة كتير، ومعظم الناس بينجبروا أنه يطلبوا مساعدة المحترفين المكلفين، بس مش إذا كنتوا بتملكوا رينوفيتر. بواسطة شفرة إي سكريبر فيكن تقصوا الفينيل بكل سهولة. الشفرة بتخترق الفينيل وبتنجز المهمة بسرعة وفعالية، وحتى أبعد من عملية القص رينوفيتر بيسمح لنا نرفع الأرضية هو عم بقص بمنتهى السهولة طبقة التلزيق القديمة. رينوفيتر أداة رائعة، ولما بيكون في فينيل ملزق بالأرض وما بنقدر ننتزعه بواسطة إيدينا أو السكين، رينوفيتر بيدخل تحت الفينيل وبينتزعه بسهولة. بقدر استعمله بالبيت، بالشغل، وأنا وعم بتنقل، وحتى بمشاريعي. إذا بدكن تغيروا أرضية بيتكن لخشب أو يمكن تركبوا بلاط، رح تواجهوا مشكلة شائعة جدا بهالحالة، وهي ديكور الجفصين المركب على الجدران. بس مع رينوفيتر صار الحل ولا أسهل، والنتيجة احترافية تماما. أنا بستخدم قطعة من الأرضية الجديدة كأساس وبقص أطراف الجفصين بالقياس المطلوب. عملية سريعة وبسيطة وبتخلي الكل يحصلوا على نتائج احترافية مع رينوفيتر. رينوفيتر كمان أداة رائعة للحف، والشغل الحلو لازم ينتهي بلمسة نهائية ممتازة. ضمن صندوق العدة الديلوكس يلي رح تحصلوا عليه بتحصلوا على مجموعة من ورق الحف، فاختاروا من بين ورق الحف المناسب لعملكن لتحصلوا على النتيجة النهائية المميزة. السر هو انه تتركوا رينوفيتر يعمل شغله، خلوا لمستكن خفيفة وما تخافوا، رح تحبوا كتير الشكل المثلث يلي بيسمح لكم تدخلوا على الزوايا الضيقة بسهولة. انسوا أدوات الحف التقليدية يلي بتولد ارتجاجات بتتعب الإيدين من أول دقيقة. حركة التأرجح برينوفيتر بتعمل كل الشغل وما بتتعبوا أبدا. بالحف بيعطي نتيجة مدهشة، أنا بستعمله بحالات كتيرة، وهالأداة رائعة وممكن التحكم فيها بكل دقة. عندي بالبيت 1000 شغلة عم أجلها من سنين، أخيراً رح أعملهم كلهم هالويكند. هالأداة رائعة، سهلة وسريعة جداً. نقدر نعمل الشغل بشكل معقد أو سهل، وأكيد هالأداة هيدي قادرة تسهل لنا حياتنا. هلأ هيدي مهمة صعبة على أدوات الحركة الترددية الدائرية التقليدية، مطلوب مني أنه أعمل فتحة بهاللوحة الخشب السميك لحتى مدد أسطل. سبق وعملت شقين من قبل، بس شوفوا هلأ شو رح يصير. هيدي تحديداً هي ميزة رينوفيتر الحقيقية، حجمه صغير وممكن تركبه شفرته بأي زاوية حتى يدخل بين الألواح بسهولة. بمجرد ما أني حرك رينوفيتر للأمام وللخلف هو بقص الخشب السميك بكل سهولة. رح تشوفوا انه رينوفيتر بيعمل الشغل كله عنكن، مهمتكن الوحيدة انكن توجهوه لمطرح ما بدكن تقصوا. رينوفيتر ما بيقص اكتر من ما بدكن، ومعه ما بتحتاجوا مطرق او ازميل، قص بمنتهى الدقة وبكل الاتجاهات. شوفوا النتيجة النهائية مثالية. من بعد ما شفتوا انه رينوفيتر قادر يوفر عليكن الوف الدولارات وينقذكن من ميات الاعمال المنزلية، شو بعدكن ناطرين؟ احملوا التليفون وجربوا بأنفسكم هالأداة الاحترافية المدهشة المتكاملة الاستعمالات. لحظة اللي بتحصلوا فيها على رينوفيتر نعرف انه رح تصير الأداة المفضلة عندكم بكل مشاريعكم يلي بتشتغلوها. هاي فرصتكم لتطلبوه وما رح تندموا على قراركم. شو هي الأداة يلي ممكن تغنيك عن عشرات الأدوات التقليدية؟ هي بكل تأكيد رينوفيتر المدهشة.
رينوفيتر بالدرجة الاحترافية رح تكون الأداة المفضلة عندكم، لأنه رح تأدي الأعمال بشكل أسهل وأفضل وأسرع من أي أداة تانية. بعكس كل الأدوات التانية، رينوفيتر الأداة الثورية بتعتمد حركة التأرجح بسرعات مختلفة بين 8521 ألف مرة بدقيقة. قوة التأرجح هيدي هي سر القص الدقيق والآمن أكتر من الأدوات التانية. رينوفيتر ممكن تنفذ أعمال الترميم المنزلية الكبيرة وحتى أعمال الصيانة البسيطة، ورينوفيتر توصلكن مع مجموعة من القطع الإضافية. زيدوا شفرة إيسو على رينوفيتر وهيك بصير فيكن تقصوا الخشب والمعدن بكل سهولة. قصوا لوح خشب بسماكة 2 إنش، رينوفيتر قادرة تقطع الخشب بلمح البصر حتى من الوسط. مع رينوفيتر صار من السهل الوصول لمناطق ضيقة ما بتقدر توصلها أدوات العد التانية. تقطع المسامير بسرعة البرق، تنزع الأنابيب القديمة، وحتى بتقص ألواح الأساس من دون ما نضطر لفكة. وأكيد ما منتجرأ نعمل هيك مع أي أداة تانية. استعملوا شفرة نصف دائرية وشوفوا بأي سهولة فيكن تنزعوا الإسمنت بين البلاط. شفرة نصف دائرية بتسمح لكم تقصوا لحد الطرف من دون ما تأذوا أي بلاطة تانية، وما بنصحكم تجربوا هالطريقة مع أي أداة تقليدية. استعملوا كمان مثلث البرد وبردوا المواد لأقصى درجة، وبذات الوقت المكنسة الكهربائية رح تنظف الغبار وتخلي شغلكم أسهل وأنظف. شفرة إي سكريبر بتقشر أرضيات اللينوليوم بسهولة تامة، وبتنزع الفلين القديم حول المجلى. استعملوا شفرة المنشار النصف دائرية وبتصيروا جاهزين حتى تعملوا ثقوب بوسط الخشب. وبما أنه رينوفيتر بيقص من دون حركة الدوران فما رح يؤدي لأي أضرار. أوراق الحف على شكل الدلتا هي موزعة على عدة درجات، بواسطتها صار من السهل وضع اللمسات الأخيرة على خشب الخزائن، ومن السهل الوصول للزوايا والأماكن الضيقة. أوراق الحف الرجاجة مرهقة للإيدين، بينما حركة رينوفيتر التأرجحية بتقضي على الارتجاج وبتقضي على التعب. العرض يلي رح نقدمه اليوم عرض خاص لكل المشاهدين، لما تتصلوا اليوم ولتعرفوا كيف تحصلوا على صندوق العد الرائع هيدا المؤلف ب 37 قطعة وقيمته 295 دولار بسعر مغري جدا. اتصلوا واسألوا عامل الهاتف. إذا كنت من هواة أعمال الترميم المنزلية أو متعهد محترف، رح تكتشف إنه رينوفيتر قادر ينفذ مئات الأعمال داخل البيت. ما رح تستغنوا أبدا عن هالأداة. اتصلوا فينا هلأ. هالعرض سير المفعول لفترة محدودة، لهيك اتصلوا فورا واستفيدوا من هالعرض المميز. اتصلوا بالرقم يلي عم بتشوفوه على شاشتكن واطلبوه هلا، نحن بانتظار اتصالاتكن 24 ساعة يوميا، وهالعرض التلفزيوني هو فرصتكن الوحيدة للحصول عليها بهالسعر الضئيل. الكميات محدودة، شو ناطرين؟ اتصلوا هلا واحصلوا على هالسلعة الرائعة. اتصلوا هلا او زورونا على موقعنا على الانترنت www.tvmarket.com. أنا مأكد أنه في ببيتكن أعمال ترميم كتير عم تأجلوها، لأنه المتعهدين والمعلمين عم يطلبوا مئات الدولارات مقابل هالأعمال والتصليحات، بس هيدي أشغال فيكن تعملوها بنفسكن وبكل سهولة إذا كنتوا بتملكوا رينوفيتر. شو هو سر رينوفيتر؟ بعكس الأدوات العادية يلي بتشتغل عبر الدوران والحركة الترددية، رينوفيتر بحركة التأرجح وسرعاته المتعددة بقص، بحف، بيلمع، وبيقدي مهمات كتيرة بطرق مختلفة. الحقيقة هي إنه كل إنسان بيملك منزل لازم يحافظ على صيانته، ولهالسبب أداة رينوفيتر التجارية ذات الدرجة الاحترافية هي أفضل استثمار ممكن إنه تعملوه. لنشوفها عم تشتغل. إذا عندكن بلاط سيراميك بالبيت، أي معلم بلاط بيقلكن إنه صعب كتير تشيلوا الإسمنت أو تستبدلوا بلاطة مكسورة. رينوفيتر مثل ما شايفين بفعل حركة التأرجح قادر انه يقص الاسمنت بسرعة كتير كبيرة وبسهولة، والشفرة نص الدائرية بتساعدكم تتحكموا بالقص وتتوقفوا عند الطرف ومن دون ما تقصوا اي بلاطة زيادة. ما في ولا اداة بتعتمد حركة الدوران ممكن تكون بدقة رينوفيتر. فينا نروح ونشتري قطعة وحدة بتأدي مهمة وحدة، بس مع رينوفيتر بشتري قطعة وحدة بتأدي عدة مهمات. رينوفيتر فعال كتير بقص الإسمنت وممكن يقص ويحف بنفس الوقت. هالأداة ممتازة بكل معنى الكلمة عن جد. وجود كل الاستعمالات المتنوعة بأداة وحدة بوفر علينا مئات الدولارات وحتى ألوف الدولارات كمان. بشغل الورش الوقت من ذهب، لهيك بستعمل العدة والرينوفيتر. شو رأيكم بمهمة صعبة
مثل قص المعدن. هالمرة منه مسمار صغير مثل يلي قصيناه من قبل، هيدا مسمار 4 انش تقريبا، بس هيدي منا مشكلة ابدا مع رينوفيتر. شفرة اي بلايد هيدي بتخلي عملية القص حتى لمسمار 4 انش عملية ولا اسهل. وعلى فكرة كل شفرات رينوفيتر بتضاين وقت طويل، وحتى اثبت لكم صحة كلامي رح نقص 100 مسمار الواحد ورا التاني لنشوف شو فيها تعمل شفرة اي بلايد. ولما انتهينا كان بعد بدها أكتر، وهي ما بتقص بس المسامير، بتقص الأنابيب القديمة والجديدة كمان بكل سهولة. تخيلوا انكم عم تقصوها بالمنشار، رينوفيتر قادر يسهل عليكم كل هالمهمات. شوفوا بواسطة شفرة اي بلايد نفسها يلي قصت المعدن من شوي، فيكن تقصوا الخشب كمان بكل سهولة، وحفة الخشب يلي قصيتوها ناعمة، بينما القص بالمنشار بيخليها خشنة ومسننة كتير. والسبب لهيدا كله هو التأرجح طبعاً، ولا أداة تانية بتعطيكم نتيجة مماثلة. الرينوفيتر عم يعمل كل شي عنكم، أنا بس عم دخله على الخشب. رح تحبوا الشغل بالرينوفيتر لأنه بيوفر عليكم تعب كتير، هو بيعمل كل الشغل عنكم. شو ما كان الشغل يلي عم تعملوه مع رينوفيتر، بتقصوا المعدن، الخشب أو حتى البلاستيك، إذا كنتوا عم تحفوا أو تلمعوا، اتركوا رينوفيتر بحركة التأرجح يعمل الشغل عنكن، ما عليكن إلا توجهوه بالاتجاه يلي بدكن ياه. أنا بحب رينوفيتر لأنه أفضل أداة ممكن استعملها لما أكون عم قص بقلب الخشب. بعد ما جربت رينوفيتر بقلكن استعماله سهل بسيط وبسهل الشغل. لما بدي فك شباك بضطر استعمل المنشار الصغير لأنه بيكون مثبت بالعادة بواسطة المسامير، بس مع هيدي الشفرة الطويلة فينا نقص المسامير آمن وسريع واستخدامه كتير سهل. أداة رائعة بحبها كتير وبستعملها وين ما كان بالبيت. كنت استعمل المنشار أو الشفرة واستعمالهم كان مزعج كتير علي، بس رينوفيتر بينجز المهمات بطريقة سهلة وسريعة بتجنن. شو هي الأداة يلي ممكن تغنيك عن عشرات الأدوات التقليدية؟ هي بكل تأكيد رينوفيتر المدهشة. رينوفيتر بالدرجة الاحترافية رح تكون الأداة المفضلة عندكن، لأنه رح تأدي الأعمال بشكل أسهل وأفضل وأسرع من أي أداة تانية. بعكس كل الأدوات التانية، رينوفيتر الأداة الثورية بتعتمد حركة التأرجح بسرعات مختلفة بين 8521 ألف مرة بدقيقة. قوة التأرجح هيدي هي سر القص الدقيق والآمن أكتر من الأدوات التانية. رينوفيتر ممكن تنفذ أعمال الترميم المنزلية الكبيرة وحتى أعمال الصيانة البسيطة، ورينوفيتر توصلكن مع مجموعة من القطع الإضافية. زيدوا شفرة إيسو على رينوفيتر وهيك بصير فيكن تقصوا الخشب والمعدن بكل سهولة. قصوا لوح خشب بسماكة 2 إنش، رينوفيتر قادرة تقطع الخشب بلمح البصر حتى من الوسط. مع رينوفيتر صار من السهل الوصول لمناطق ضيقة ما بتقدر توصلها أدوات العد التانية. تقطع المسامير بسرعة البرق، تنزع الأنابيب القديمة، وحتى بتقص ألواح الأساس من دون ما نضطر لفكها، وأكيد ما منتجرأ نعمل هيك مع أي أداة تانية. استعملوا شفرة نصف دائرية وشوفوا بأي سهولة فيكن تنزعوا الإسمنت بين البلاط. شفرة نصف دائرية بتسمح لكم تقصوا لحد الطرف من دون ما تأذوا أي بلاطة تانية، وما بنصحكم تجربوا هالطريقة مع أي أداة تقليدية. استعملوا كمان مثلث البرد وبردوا المواد لأقصى درجة، وبذات الوقت المكنسة الكهربائية رح تنظف الغبار وتخلي شغلكم أسهل وأنظف. شفرة إي سكريبر بتأشر أرضيات اللينوليوم بسهولة تامة وبتنزع الفلين القديم حول المجلى. استعملوا شفرة المنشار النصف دائرية وبتصيروا جاهزين حتى تعملوا ثقوب بوسط الخشب. وبما أنه رينوفيتر بيقص من دون حركة الدوران فما رح يؤدي لأي أضرار. أوراق الحف على شكل الدلتا هي موزعة على عدة درجات، بواسطتها صار من السهل وضع اللمسات الأخيرة على خشب الخزائن، ومن السهل الوصول للزوايا والأماكن الضيقة. أوراق الحف الرجاجة مرهقة للإيدين، بينما حركة رينوفيتر التأرجحية بتقضي على الارتجاج وبتقضي على التعب. العرض يلي رح نقدمه اليوم عرض خاص لكل المشاهدين. لما تتصلوا اليوم ولتعرفوا كيف تحصلوا على صندوق العد الرائع هيدا المؤلف ب 37 قطعة وقيمته 295 دولار بسعر مغري جدا، اتصلوا واسألوا عامل الهاتف. إذا كنت من هواة أعمال الترميم المنزلية أو متعهد محترف، رح تكتشف إنه رينوفيتر قادر ينفذ مئات الأعمال داخل البيت. ما رح تستغنوا أبدا عن هالأداة، اتصلوا فينا هلأ. هالعرض سير المفعول لفترة محدودة،
لهيك اتصلوا فوراً واستفيدوا من هالعرض المميز. اتصلوا بالرقم يلي عم بتشوفوه على شاشتكن واطلبوه هلا، نحن بانتظار اتصالاتكن 24 ساعة يومياً، وهالعرض التلفزيوني هو فرصتكن الوحيدة للحصول عليها بهالسعر الضئيل. الكميات محدودة، شو ناطرين؟ اتصلوا هلا واحصلوا على هالسلعة الرائعة. اتصلوا هلا أو زورونا على موقعنا على الإنترنت www.tvmarket.com.